السلام على من غسله دم وشيبه قطنه ونسج الرياح أكفانه والقنا الخطي نعشه وفي قلب من والاه قبره السلام على الخد التريب السلام على الجسد السليب حسين حسين يا حسين 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 يا غريب يا مظلوم كربلاء يا وقعة الطف كم عين بك انذرفت وكم إلى الدين من ركن بك انهارا تزلزلت فيك أرض الله وانسكبت عين السماء دميا والعرش قد مارا كل شيء بكى على الحسين ما رفع حجر ولا مدار إلا وجد تحته دمع بيت أفيك يقضون آل المصطفى عطشين والماء طام فليت الماء قد غار ويصبح الصبت شلوا فيك تسهره شمس الهجير على الرمضاء إصهارا تدري الرياح عليه ثم تلبسه ثوبا من الترب غدوان وإبكارا وحوله آله صرعا كأنهم جزر الأضاحي عليها التور قثارا يا نائين رهن الفيافي لا ترى لهم إلا السوافي ووحش البار زوارا يا لكن جادوا بأنفسهم في حب سيدهم
وقد رأوا لبثهم من بعده عارا. آخر يقول جادوا بأنفسهم في حب سيدهم، والجود بالنفس أقصى غاية الجود، لكن لمساعد الله بقيت وحدي بغير ساعد. سبعين ما ظلي من السبعين وحدي محير بين مختال أجاحد، ما بينهم كالطير مكسور الجناح. ينصار ما من ذاب عن مهجة الزهرة، لجساد ظلت تضطرب من على الغبرة. قالوا فدالك نندبح سبعين، أمر علينا للحرب بن ثور يا حسين. وحسينا يا سيوف حربي عاد، بسكم لا تنامون. يشبيه جدي قوم قدم لي الميمون، وحدي تخلوني وعلى الغبرات نامون. هانت عليكم وحدتي يا أهل الحمية، أين المنادون وحسينا؟ ورد عن المولى الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال: أما بعد، فإني لم أجد أصحابا أوفى ولا أبار من أصحابي. يعتبر أصحاب الحسين عليهم السلام صفوة البشرية آنذاك وسادة المسلمين، والذي يقرأ سيرة أصحاب الحسين يجدهم متنوعين في الشرائح والفئات البشرية، فهم بين صحابي سمع حديث النبي صلى الله عليه وآله ووعاه، وتابعي محص الحقيقة، إضافة إلى ذلك أن بعضهم كان من زعماء العشائر وكان من علمائها وثقاتها، لذلك كل كانوا محط عناية للأئمة عليهم السلام. على وعلى ذلك، على وعلى كلمة الحسين عليه السلام، تجد لهم عناية عند الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما. وكذلك عناية المولى صاحب العصر والزمان، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء،
أيضا صارت لهم عناية من قبله صلوات الله عليه، حيث قال عليه السلام: السلام عليكم يا خير أنصار. إذن هذه العناية كانت محط لأهل البيت عليهم السلام لأصحاب الحسين صلوات الله عليهم. دعونا هذه الليلة نتعرف على الخصائص والصفات التي يتمتع بها أصحاب الحسين صلوات الله عليهم، حتى أنهم وصلوا إلى هذه المرتبة العالية، وهي مرتبة عناية المعصومين صلوات الله عليهم بهم. أول خاصية وأول صفة اتصف بها أصحاب الحسين عليهم أفضل الصلاة والسلام صفة الوعي والبصيرة. لم يكونوا متأثرين بالأجواء العامة الذين البعض ينعق مع كل ناعق، لا، إنما كانوا يمتلكون وعيا وبصيرة. وأمثال هؤلاء هو عابس ابن شبيب الشاكري رضوان الله تعالى عليه، أمثال هذا الرجل لما دخل مسلم ابن عقيل إلى الكوفة وبايعه 18,000، وقف عابس ابن شبيب الشاكري رضوان الله تعالى عليه مع حضور زعماء أهل الكوفة، فقال رضوان الله تعالى عليه لمسلم: يا سفير الحسين، أنا لا أخبرك عن الناس ولا أغرك بهم ولا أعلم ما في ضمائرهم، ولكن أنا أحدثك عن نفسي وما أنا صانع، فإذا دعوتموني أقاتل معكم وأقاتل دونكم، ولا أريد شيئا من حطام الدنيا، وإنما أريد كل ما هو عند الله تبارك وتعالى. إذن كانوا يمتلكون وعيا وبصيرة لهذه العقيدة الحق التي قاموا بها، وهي الاستشهاد مع سبط رسول الله صلى الله عليه وآله. ما كانوا متأثرين بالأجواء العامة، الأجواء الجماهيرية اللي يسير الإنسان معها ربما في بعض الأحيان ويقفل على عقله وإدراكه، وإنما يدع الناس هم الذين يسيرون، لا، إنما كانوا يمتلكون وعيا وبصيرة. وهذا ما شهد به ألد الأعداء يومئذ، وهو عمر بن الحجاج الزبيدي، التفت إلى قومه قال: أتدرون من تقاتلون أنتم؟ هؤلاء يمتلكون وعيا وبصيرة، هذولا كل من برز إليهم قتلوه على قتلهم. إذن هذا ما شهد به عمر بن الحجاج الزبيدي، وهو كان من الطرف المقابل. إذن كانوا يمتلكون وعيا وبصيرة بعقيدتهم وبما يقومون به مع سيد الشهداء. الصفة الثانية التي كانوا يمتلكونها أصحاب الحسين عليهم السلام: الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله ولأمير المؤمنين. كان في أنصار الحسين من صحب النبي صلى الله عليه وآله وجاهد معه في بدر وحنين، وأمثال هؤلاء، وعلى رأس هؤلاء هو أنس بن الحارث بن نبيه الكاهلي. هذا كان مع النبي صلى الله عليه وآله وجاهد مع النبي صلى الله عليه وآله وشهد بدرا وحنينا، ومع ذلك كان مع الحسين في يوم كربلاء، حتى خرج يوم العاشر من المحرم بهيئة أبكت الحسين عليه السلام. شلون خرج هذا الرجل للقتال؟ خرج وهو محدود بالظهر،
قد شد وسطه بعمامته وشد حاجباه بعصابه وتقدم إلى المعركة. لما نظر إليه المولى الحسين بكى بأبي ونفسي، قال: جزاك الله خير الجزاء يا شيخ، إذا كانوا على صحبة من رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا تنس في المقام شيخهم وكبيرهم حبيب بن مظاهر الأسدي، كان مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. إذن الخاصية الثانية، الصفة الثانية لأصحاب الحسين أنهم صحبوا النبي صلى الله عليه وآله. الصفة الثالثة، الخاصية الثالثة، المحافظة على وقت الصلاة. شوف، مع أنهم كانوا في قتل وقتال والمعركة قائمة على قدم وساق والقوم افترقوا على الحسين وأصحاب الحسين من كل جانب ومكان، اجي الصائدي إلى الحسين عليه السلام يقول له: يا أبا عبد الله، أرى أن القوم قد اجتمعوا عليك لقتالك، والله لا تقتل حتى أقتل دونك، وأريد وأحب أن أصلي هذه الصلاة التي قد حان وقتها. قال له الحسين: ذكرت الصلاة جعلك الله من المصلين الذاكرين. كان مع ذلك، مع أن اللي كانوا فيه في المعركة قتل وقتال، إلا أنهم أصلاً ما خرجوا إلا لأجل الصلاة، ما قاتلوا إلا لأجل هذه الشريعة وهذه الفريضة. لذلك قال له الحسين عليه السلام: ذكرت الصلاة جعلك الله من المصلين الذاكرين. الخاصية الأخرى والصفة الأخرى التي كانوا يتصفون بها أصحاب الحسين عليهم السلام، وفاؤهم لإمام زمانهم، وهذا الوفاء منقطع النظير، ما إلى نظير في الوجود أبدا. شوف، من جملة أعطيك صور ونماذج اللي تدلل على وفاءهم إلى الحسين عليه السلام لأي حد وصل: يسقط مسلم بن عوسج على الأرض صريعا والدماء تسيل من جسده الشريف، ويأتي يقف عند مصرعه الحسين عليه السلام وإلى جانبه حبيب بن مظاهر الأسدي. قال حبيب لمسلم ابن عوسجة: يا مسلم أبشر بالجنة. فقال له: بشرك الله بخير. فقال حبيب ابن مظاهر لمسلم ابن عوسجة: لو لم أعلم أني في الأثر لأحببت أن توصي بجملة من الوصايا. قال له: نعم، عندي لك وصية واحدة يكون أنت ترعاها. ما هي؟ قال: الله الله في الحسين عليه السلام، لا تقصر في نصرته. شوف، يعني هو صريعا على بوغاء كربلاء والدماء تسيل من كل جانب ومكان، ويلتفت إلى حبيب يقول له: الله الله في هذا الغريب، هذه وصيتي إليك يا حبيب. إذن هذا أمر يدل على وفاء منقطع النظير كان يمتلكون أصحاب الحسين عليه السلام. وأيضا مشهد آخر، جون مولى أبو ذر الغفاري، قال له الحسين عليه السلام: يا جون صحبتنا للعافية، هذا الطريق إلزمه يا جون. فقال له جون: يا أبا عبد الله، أنا في الشدة والرخاء أنا في الرخاء ألحس قصاعكم، وفي الشدة أترككم يا أبا عبد الله، إن ريحي لنتن وحسبي للأيم، وريحي لنتين تنفس علي بريح الجنة. فقال له الحسين: جزاك الله خير الجزاء،
ولما سقط جون صريعا على بوغاء كربلاء وقف الحسين عند مصرعه وقال اللهم طيب ريحه. وكان كل من يمر على جسد جون يشم رائحة أذكى من المسك. هذا مولى أبو ذر الغفاري وصل إلى هذا المستوى. بعد تعال شوف وفاء آخر، كانوا يقفون أمام الحسين يقونه بالسهام والرماح بأنفسهم، وإذا سقط أحد منهم قال يا أبا عبد الله أهل وفيت؟ يقول للحسين نعم أنت أمامي في الجنة. إذن هذه كل الصفات والخصائص، هذه بعضها ممن اتصف بها أصحاب الحسين والمقامات التي وصلوا إليها، لذلك كانوا محط عناية للمعصومين عليهم السلام. لكن أدركوا بالحسين أكبر عيد، فغدوا في من الطفوف أضاحي، تركوا الحسين من بعدهم وحيدا فريدا، لا ناصر له ولا معين. وقف الحسين، هذا تعبير بعض المؤرخين يقول وقف الحسين عليهم كالصقر وقف الحسين بين المخيم وبين المعركة وفي وسط المعركة وبين الأعداء يناديهم أحبائي ما لي أناديكم فلا تجيبون. شلون حالة؟ يقول بعض المؤرخين محدودة بالظهر بأبي ونفسي كالطير متكسرة أجنحته وهو يناديهم أحبائي ما لي أناديكم فلا تجيبون. أنيام أوقظكم مرضى أداويكم أم حال بيني وبينكم ريب المنون. أحبائي لو غير الحمام أصابكم عتبت، ولكن ما على الموت ما اعتبوا. أنت أيها العزيز الغالي اللي تحب الحسين، وين الجواب إجا إلى الحسين لما نادى الأصحاب؟ إجا الجواب من جهة المخيم. وقفت زينب بإزاء باب الخيمة صاحت أخي حسين كسرت قلبي وقطعت نياط قلبي، لمن تنادي والحماة صرعى؟ وإذا بالحسين ينادي أخي زينب أريد من يقدم لي جوادي، وأنا ابن رسول الله، من ذا يا يقدم للجواد ولامتي، والصحب صرعى والنصير قليل. فأتته زينب بالجواد تقوده، والدمع من ذكر الفراق يسيل. تقول لأبا عبد الله هل رأيت أختا قاسية قلب كأختك زينب تقدم لأخيها فرس المنون وهي ترتعش مثل السعف في مهب الريح؟ اتقل انا خايف ولا تقول مدري، انا خايف ولا تقول مدري، انا خايف ينهتك ستري. قال لها أخي زينب تعزي بعزاء الله واعلمي أن أهل الأرض يموتون وأهل السماء لا يبقون، كل شيء هالك إلا وجهه، تعزي بعزاء الله. تقل لأخي حسين
اكشف لي عن لثامك وعن صدرك. كشف لها الحسين عن لثامه وعن صدره، شمته زينب وقبلته، وجهت وجهها نحو المدينة ونادت: السلام عليك يا أمة يا، لقد ردت الأمانة. قال لها الحسين: وأي أمانة أخي زينب؟ قالت له: يا أبا عبد الله، اعلم أن أمنا لما حضرتها الوفاة أدنتني إليها، شمتني وقبلتني في هذين الموضعين، وقالت لي: بني، إذا رأيت أخاك الحسين قد عزم على الموت بنفسه الزكية فاصنعي به هذا الصنيع. إذ قل لها: تعالي تعالي يا أم حسن يا يما تعالي، وشوفك كربلا اش سوت بحالي، وشوف اخوتي مجزر قبالي. يما اني تو نذكرت عز ودلالي، تقللها: يا بنتي أنا ماني بعيدة، يا بنتي أنا من لك قريبة، والله ثلاث أيام ثلاث أيام، إلزم قلبك ها، ثلاث أيام ساكن البيدة، وأشوف حسين من حزة وريدة. بينما هي كذلك، إذ خرجت الرباب بعبد الله الرضيع وقد دلع لسانه من العطش، قالت زينب: خذوا طفلكم يموت عندكم، شو سوي به؟ والخيام لا يوجد فيها ماء، وقد جف صدري من اللبن، خذوا طفلكم يموت عندكم. جاءت به الحوراء زينب نحو الحسين، جاء الحسين بذلك الرضيع نحو الأعداء مناديا: يا قوم، إذا كان ذنب للكبار فما ذنب الصغار؟ وإذا خفتم أن أشرب الماء خذوا هذا الطفل أسقوه ثم ارجعوه إلي. ولما سمع الأعداء كلام الحسين افترقوا ثلاث فرق: فرقة ساكتة، فرقة باكية، فرقة تنادي: لا تدعوا لهذا البيت لا صغيرا ولا كبيرا. أجركم الله يا شيعة الحسين، أجرك الله يا رسول الله. نادى عمر بن سعد: يا حرمل اقطع نزاع القوم. قال: بماذا؟ هل أسقي الطفل ماء؟ قال: ويحك، صوب سهما في كبد قوسك واذبح هذا الرضيع على كتف والد الحسين. يقول حرملة: وضعت سهما في كبد قوسي وأنا متحير في أين أصوب هذا الطفل. هبت ريح عاصف كشفت لي عن نحره يلوح كإبريق فضة. يقول: فرميت ذلك السام فذبحته من الوريد إلى الوريد. وإماماه وحسيناه ورضيعاه. أجرك الله يا أبا عبد الله، أجرك الله يا صاحب العصر والزمان. أخذ الحسين دم عبد الله الرضيع ورمى به نحو السماء، ولم تسقط منه ولا قطرة واحدة. اللعين لما بصر به المختار ابن أبي عبيدة الثقفي قال: ويحك، أما رق قلبك لهذا الرضيع؟ يعني ما رق قلبك إلى هذا الطفل الصغير حتى تذبح على كتف والده؟
قال بلى رق قلبي. قال أين رق قلبك؟ قال أعلم أن الطفل مقمط لما رميت ذلك السهم قطع القماط واعتنق رقبة والد الحسين. تلقى حسين دم الطفل بيده اش حالي اللي اجتلي بحضن ولده. سالوا ترس شفا من ورده وذبى وللسما وللقاع ما خر ويلي فرفرت روحه وفاك بوجه ابوه عوينت. وذاب قلب حسين من شافي لولح رقبته وانحنى فوق يشمه وغسل دمه بدمعته ورجع ودموع يهلها وجت سكنت ناش. صيح بويا سقيت اخي وجيتني بفاضل الماي بالعجل برد غليل من الظما ذايب حش خان بيده ريش بيد على الذي روي ضمه جذب حسره وحط اخوها بين ايديها ومدد. صاحت الصاير بخيت مدده فوق الثرى قهلنا لا تنشديني وعاين بحال شجره. صدت لن لمفارق ولو داج مهبرة صرخت نادت يا خويا اشهى الذنب من لك سد صغير ونحلت جسمي ونلتك والقلب ذا واسف يا مدلل يظل معفور خدك بالترى. للرضيع بعجل قومي وفرشي له يا ربا ذايب من الشمس خد وساد جيب والسد. طلعت أم من المصيبة تصرخ بحال انفض طفل ومخضب بدمك آي عبد الله الرضي. رتك التالي زماني لا أضل حرمة وضي كان لي الصير سلواريت روحي لك فدك. ويا لها من ساعة لما نظرت إلى ولدها مذبوح من الوريد إلى الوريد من الأذن إلى الأذن نادت به بلسان الحال اتقلنا يا عبد الله الرضيع الصاير منك من جرم وافعال لا بيدك على مشايل ولا منهم ذبحت رجال ولا في جملة أعمامك دخلت المعركة خيال. إش جرمك يا جنيني بدم وداجك حنوك